السلام عليكم. برامج كان وحين كسو قادن دونا بنام بحي وينا إمان تكدعي ودنك كينيا أو لن يرد ودنك هاسي كينيا أي وسو هرجيدين عنشور كردين تا مركاسي أي دمع سنيد حكومة دا ويليام روتو هدبا كالصومالي أهان كدالي يرا أهان محينو كبران كرنا بنام بحا ودنك هاسي كينيا كدعي سيدا سوكال برنامج كا وحي نوغو هاد لدونا غوان كي ماان تاكاسو بحي محكمة دا سري اي قميستا يهودا اي لغو امري اي ان ودا داد حرطا دينتا اي مركاسي اي قيب كان نوغدان عيدما دا اسرائيل هاد با هاد ديان اسو لابت قدب كوكوواد ماان تا بنام بح آد اووين ايا وحاو كدعي ودن كا كينيا لان يراد ودن كاسي كينيا ايا مالميهي اوغو دن بيسي وحي ودين ابابل آد اووين او اي اوغو سهر جيدين حكومة دا ويليام روتو اي دمع سنيد ان ماان تا او تلادا اي مركاسي محكمة دا اي مرسيسو غوانا ان عانشور تا ودن كاسي كينيا لكورديو هاد با لان يراد ودن كاسي كينيا ايا مالميهي اوغو دن بيسي وحي ودين ابابل اي كاكا سهر جيدان عانشور تاسي ايوغو مركاسي كو اندعوني إن أول با أي ديباتة يكون قبين نولوش ودن كاسي كينيا معيشة دي أي قالي أهيد قريه أي قالي النقدين وحول با أي قالي أهيد سيداس در تيدنا هادي عنشورتي لغوسي كردينا ديباتة كلا أي مركاسي أي قبسانيسو مركا هالكاس محينو كبران كرنا إنكا كصومالي أحان كدان يرا أحان كوداني أحان لان يرا داس أدو جيدان أي كينياتي أح رون أحان تي ويليام روتو دادا إسكو قبيليهين أيا كجرا وزير الحكومة دا ويليام روتو قار إسكو قبيليهين أيا كجرا لكن دانتو دا ماهان مركان إني قبيل أي كو تاجران أما قبيل أي غوسو هرجيستان وحا أي مركان أي لباتد أو سمينة يان أما ربشد أي أو سمينة يوحي تهي نولوشو دي أيا لو يمد إياجي كبني آدم أحان نولوشو دي أيا لو يمد معيشدو دي أيا لربا مركاسي إن لغوسي قانييو سيداس درتيد سيوال با اي ويليام روتو اي اسكو قبيل اي ويهين اما وزيرا دا كلا وحي مركان اسكو بهيستين ان ارين كاسي اي كهور تغان او اي يراهدان ما اقبالينو وحوال با او دعو سيوال با او نولا دلو سيوال با او مركاسي نولا ججوبو هبين كي حالي اها سردون كي ودن كاسي كيني وحالي سوورين ايا داد دان يرا اه او براها بلوشادة كشقين ايا ارين كاسي ابابل كيسا اي حرحرين لكن سوال با داد كاسي اللو حري سوال با اما قبيلة دودا ايو كلا درجة ويهين اما او كلا درجة سريان وحي وعد كومرين ان حكومة دا ايسان مركاسي انسيحنين يعني شرعيان عصوبة عنشورتا كرلوغو قاديو مركا كدان يرا اهان كصومالي اهان انغو محينو كبران كرنا مانتا ka Soomaali ahaan marka fiiriso ninka dhalinyarada ah markii wasiirkiisa wax laga sheego ama madaxweynaha wax laga sheego ama markaasii min baarlamaanka ka tirsan wax laga sheego xitaa afka ayuu ku goosanaya haddii ogow wili ogow ninkaasi hal dollar ninkaasi baarlamaanka ku jira ama madaxweynaha ama wasiirka kama helo laakiin waxa uu ku taageeray waxa ay tahay inay isku qabeelihiin marka sidaas darteed dhalinyarada Soomaaliyeed waxa wanaagsanaan lahayd inay isku baheystaan danta guud inay isku baheystaan xukuumad jirta inay kaga hortagaan canshuurta lagu kordhinayo bajajleyda la dhibaateenayo yaani maxaa la yiraahdaa wadooyinkan aad maalmihii ugu dambeeyay laga ashtakoonay ee aanan si fiican loo dhisin in dhalinyarada ay markaas banaanbax ka sameeyaan halka taa bedelkeeda aan maanta ka sameeyno qofkii yaani baraha bulshada arintaas ee daasirta ku soo qora ee rag kale abaabulan hab qabiil u abaabulan ee markaas ay ku difaacayaan ay leeyihiin xukuumadan waa xukuumad cirka dig kasoo tiri xukuumadii ka horeysay waa xukuumad cirka dig kasoo tiri iyo wax lamid ah war dhalinyaro waxa wanaagsan inaan waxyaabaha hareereen ka dhacaya inaynu wax ka barano in aynu wax ka barano yaani wadaniyada ayna la weynaato qabyaalada run ahaantii waxaad ogaan kartaa markii aad qurbaha timaado yaani hal qof oo qabiilka kamid ah هل دعس حتى كومة إبنائيو؟ هل آيفون كومة إبنائيو؟ سيداس درتيد مركا وحاوان أكسان إنان كومي دونو يعني وحي دان تينا قود أه سيدا لان يرادا سيكين يا إغوسو هرجيستين عنشورتان لدونا يا أمالا دمعسانا إن لغو كورنيو إنتاس أيان برامج كاس يعني كاقا هريا لانكا كلمان تا محكمة دا ساري إسرائيل وحي سو سارتي قوان كيابي قود أهان عالم كودان hadda ay ogow ma ahan Israa'il oo kaliya caalamko dhan ka yaabiyay taas oo sabab u noqotay weerarkii Hamas 7 Oktoobar ay ku qaadeen dhanka Israa'il maanta go'aanka ay soo saartay maxkamadda sare ee Israa'il waxay tahay in wadaadada kuwa diinta barta ee loo yaqaan yeshiva
إن مركز اللغو قصبو إن أي كبيران عيدما دي إسرائيل ما دام عيدما دي إسرائيل بدن كودة أي كل عدين قده مقالة دي قزع دقال كي يعني سقال كبيلوت سعودي بدن كودة أي كل عدين كل وعمين كواشين سيهز درتين محكمة دي وحي سو سارتي وده ددن يعني فرقة اللو يقان أورتوردكسكا غار أهان كوان حرت اللو يقان يشيفها إن لغو قصبو إن لغو قصبو إن عيدما دا إسرائيل سيحوغ أما سندولا أيكو غلان سيداسي أو كلانا غوبها يكو عبادي سانيين غوبها يوحكو برانيين إن لحرو حالت قرمة دقدقة أي كتاغن تاه إسرائيل حالت دقدقة إني كتاغن تاه إسرائيل مركا أرينكي أيا وحا إسكو قبصدي يعني ودادي لحدودا وزيردي حتى نتنياهو سيدا مانتا أو ورقيس كا واشنطن بوست أو قريو وحاو الليا واشنطن بوست وحا دعي كرتا إن يعني حكومة نتنياهو وهو قامنيو إن أي بربورتو إن أي بربورتو أي أدوذها ما دام أي قيب كيهين رق وذا أو يعني حزبينا لو يقان أورتوردكسكا أي قيب كيهين هادي بحرتو دي لغو قصبيو إن أي كسو بيران عدم دا إسرائيل إن إياغنا حكومة نتنياهو أي كبح دونان حكومة نتنياهونا أي سيداسي أي كبربوري دونتو سيداس وحا قريا واشنطن بوست دنك kale ninka lagu magacaabo Arya Dari oo ka tirsana wasiirada kuwa dagaalka wali bana ah nin yaani looga heebeysto xagga diinta yahuuda ayaa isagana wuxuu aad ugu soo horjeestay go'aanka maxkamadda ay soo saartay ninkan wuxuu sheegay in aysan marnaba aysan aqbali doonin go'aanka maxkamadda ay soo saartay dhalinyaradooda ay baran doonaan kitaabka Tawraa كتاب كتورا اي بران دونان اي نجرين باهل لو قبو ان دان يرادا سي اي كوبيران عيدما دا اسرائيل سوال بحيطا اسرائيل لو قب سانيو دان يرادان وان اي دين تا اي بارتان ايو تاغن يهي هالك نتنياهونا او مركاسي محكمة دا او كعود صدي كنقص بي ان اي مركاسي دان يرادا سي امو ودادا سي اي قيب اي كنقدان ان ee ka qayb ay ka noqdaan ciidamada Israa'il oo baahi badan loo qabo maadaama 7 Oktoobar markii uu dagaalku u bilaawday ciidamo badan ay halkaas ay ku waayeen dhanka kale gudoomiyaha xisbiga lagu magacaabo Baytuna ee lagu magacaabo Liberman ayaa isagana Twitterkiisa wuxuu ku soo qoray hadal aad u weyn hadalkaasi uu ku leeyahay hal sano gudaheed ayaa waxaynu ku weynay hal guuto oo dhan oo ciidamada Israa'il ka tirsan kuwaas oo geeriyooday wali ba dhaawacmay halka qaar kood kalena ay ku waasheen ee dagaalkii socday sidaasi oo kalena waxa jirta ayuu leeyahay inay halis badan ay galeen ciidamadeena sanad gudahi ciidankeena kaydka dagaalka ayaa loo baahday inay dagaalka ay soo galaan marka wuxuu leeyahay ma jirto cadeyn kale oo IDF looga baahan yahay in baahi loo qabo إن عيدمادة إسرائيل أي كوبيران ودادادان لنيرادة أي حرتا أي قصب أي كوتاهي إني مركاسي دقالك أي قيب أي كنقدان عيدن كان أي كوبيران مركاو نيكان وحو الليه ليبرمان وحان آد وقفر حسنهي أما آد وصو دوينيا قوانكي محكمة دكا صوبحي مركا سؤالها اللي إسويدينيو وحيتاهي محيتاهي إسرائيل وحي وباهاتي ودادادان إن أورتوردكسكا محيتاهي إنتاس أو دقال أي إسرائيل أي قشي baahida maanta keenta maxay tahay in wadaadadan ay ku qasabto in ciidamada Israa'il ay qayb ay ka noqdaan waxaan la soconaa Israa'il dhowr dagaal oo kala duwan ay gashay oo aad u badan oo ay la gashay carabta ee wadamadii ku hareereysna gaar ahaan dagaalkii Suez ay gashay waynu la soconaa looma baahan wadaadadan sidaas oo kale waxay gashay dagaalkii lixdi cusho ama lixdi bari Saudi looma baahan wadaadadan sidaas oo kale dagaalkii Yom Kippur 73 oo Masar iyo ay Suuriya ku qaadeen ayay gashay looma baahan wadaadadan sidaas oo kale dagaalkii 82 ee Lubnaan ka dhacay ee Israa'il iyo Lubnaan u dhaxeeyay ama Hezbollah ayaa jiray looma baahan wadaadadan sidaas oo kale isla yaani dagaalkii Lubnaan 85 ilaa 2000 Saudi ayaa jiray isagana looma baahan wadaadadan looma baahan intifaadadii koowaad iyo intifaadadii labaad iyagani wadaadadan looma baahan dagaalkan qasa ama sidaas oo kale dagaalkii 2006 ee Israa'il iyo Hezbollah u dhaxeeyay wadaadadan looma baahan marka maanta maxaa keenay in yaani Israa'il u baahato wadaadadan inay qayb ay ka noqdaan dagaalka ka socda magaalada qasa oo dagaalkii ay bilaabeen ee iska caabinta falastiiniyiinta Hamas dagaalkii ay bilaabeen inay markaas ay qayb ka noqdaan taas markaa waxay muujinaysaa
دجال كان مدد سجال كبلوت كسعود جودها مجال ذا فرزاء إن إسرائيل عيتم بدن أيجو جريودين سيدن كان بليبرمان وشيجيو يعني هل جوت أو لن أيان كوين أيو ليها وقياسي سي وقوات لنتي أو جريودي كو مركاسي كو داو عمي كو مركاسي يعني كو عشي دجال كده حديثة أو أنا مردم بقى سوسو دجال أهين إن يدب أو لابتان أو كو داو عذرنا STD دلو يقان قاركود أي نافع النقدين marka go'aanka maanta ka soo baxay xitaa warbaahinta caalamka ayaa la yaaban iska badaayay Israa'il gudaheedii waxa la yaaban yahay sababta degdeg keenaysa in wadaadadaasi iyo meelahi ay ku cibaadeysanayeen in la xireeyo wadaadadaasna lagu qasbayo inay xoog ugu biiraan ciidamada Israa'il